انا النهارده معايا واحده اسمها سينار وهي مذيعه في صباح ومساء قناه الغد العربي، جايب لها حاجات هتحتاجها وحاجات مش هتحتاجها، نفس اللي بيحصل فيا. انا اللي هطبخ ولا انت؟ اكيد انت طبعا. يلا بينا. انت عندك تحدي، انت اثبتي ان انت مذيعه منيحه. بس احنا النهارده مش على التلفزيون. يعني بحاول الاقي علاقه تربط الحاجات ببعضها عشان اعرف ايه نوع الاكله اللي ممكن نطبخها، مش حاجه لها علاقه ببعضها. مطعم وانا موجوده عيب، حتى تبقى عيبه، احنا اولاد بلد. الطبق بتاعنا بقى عامل زي التورتايه. لا الموضوع ما طلعش منكم بس، طلع المصريين كلهم كده. سينار عايزه تموتني. لكل العاملين في الشركه سينار عايزه تموتني. بالك قد ايه بتطبخ يا سينار؟ من قبل انت ما تتولد كده. انت الانترفول كله هيدور عليكي لو جرى لي حاجه. انت تعملي الاكل خلصي، وانا اللي هيفضل منك هعمل بيه عصير. تحر يعني. بقول لك ايه، نخبط على الجيران ناخد اللي عندهم. شربت من العصير ده هتبهدل. أنا كأني رحت الجيم النهاردة والله. عمرك شفتي عصير كوسة؟ لا. النهاردة أكلات ميكو هتوريك عصير كوسة. أكلات ميكو ليست مجرد أكلات، إنها متعة. رفض على طول.